السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا اليوم هاتف سامسونج A03 منفذ الشحن كونيكتور الشارج لا يعمل. نقوم بتغيير هذا المنفذ كونيكتور. دائما قوموا بحجب الميكروفون باش يبقى مزيان ما يتأثرش بالحرارة. وهنا ورق الألمنيوم موجود. يعني هكذا نخليو غير بلاصه الكونيكسور البلاصه اللي غادي نديرو فيها. كان كلام قوم بحل عملية النقل.
صافي دابا الامور مزيان، اياكم ثم اياكم ديروا الشارجور هنا وتخليوا الالومنيوم يبقى كود سيركوي خطير، يعني لا ناب تمشي بحالها، حيدوا ديما حيدوا الالومنيوم ما تخلوش يعني. Thank you.